بشكل مفاجئ بيدرو سانشيز من داخل سبتة يوجه طلبا عاجلا إلى المغرب غير متوقع. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك، إن شاء الله تكون بخير جماعة وصحة وسلامة. بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع مهم جدا يا جماعة. بهذا الفيديو راح نشوف ما هو الطلب الذي أرسله بيدرو سانشيز على وجه السرعة إلى المغرب وماذا جاء فيه، وأيضا عنا موضوع هام ما قصة السلاسل السفن الضخمة التي توجهت إلى المغرب. قبل ما ننتقل الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط لك يا جماعة، خلي الفيديو تشير، خلينا بشير. قبل ما نبتدي الفيديو شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ رئيس البنك الدولي يحل بالمغرب مصحوبا بمشاريع بقيمة 5.2 مليارات دولار في زيارة تعد الأولى من نوعها للمملكة المغربية. من المرتقب أن يصل اليوم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالمغرب في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكشف بلاغ في هذا الصدد أن هذه الزيارة الممتدة على مدار يومين والتي ستشمل كل من مدينتي الدار البيضاء والعاصمة الرباط تؤكد من جديد التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع المغرب من أجل تحقيق نتائج إنمائية أفضل لجميع مواطنيه. وتعد الزيارة التي يقوم بها ديفيد مالباس هي الأولى من نوعها بصفة رئيسا لمجموعة البنك الدولي، ما دفعه إلى اعتبارها فرصة سعيدة، ذلك أن المغرب يعد شريكا لمجموعة للمؤسسة البنكية العالمية منذ فترة طويلة على حد تعبير رئيس المؤسسة المالية الدولية. وتابع المسؤول في تعليقه على هذه الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المغربية: نحن سعداء بمساندة جهودها الرامية إلى تحقيق إصلاحات إنمائية جوهرية، كما أن جهودها التي تهدف إلى تحسين نتائج التنمية في مختلف أنحاء محيطها الإقليمي الجديرة بالثناء. وأنني أتطلع إلى استضافة المغرب في العام المقبل للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2013. وسيلتقي مالباس بحسب ما أورده بلاغ المؤسسة المالية بممثلي السلطات الرسمية العليا وعدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. ويرمي البنك الدولي إلى تنفيذ 20 مشروعا في المغرب خاصة بقطاع الإنشاء والتعمير بإجمال مالي يقدر ب 5.2 مليارات دولار. وكان البنك المالي قد قدم تمويلا قياسيا بلغ 1.8 مليار دولار للمغرب، وهو أحد أكبر برامج التمويل بالبنك، بينما قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار 474 مليون دولار في السنة الميلادية 2021 بالمغرب. ما نراه الآن موضوع هام للغاية، رئيس البنك الدولي يصل إلى المغرب وهناك مشاريع والحمد لله وما شاء الله بقيمة 5.2 مليارات دولار. ما شاء الله على إنجازات المملكة المغربية، ومن مشروع إلى مشروع ومن إنجاز إلى إنجاز. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. المغرب وحدث هام بلندن. حملة ترويجية بلندن من أجل تقديم ماروكو ناو، العلامة المغربية الخاصة بالاستثمار والتصدير. تم رسميا اعطاء انطلاقة حملة ترويجية خاصة بتقديم وتسويق العلامة المغربية الخاصة بالاستثمار والتصدير موروكو ناو، والتي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشراكة مع سفارة المملكة المغربية بالمملكة المتحدة. كما تخللت هذا الحدث موائد مستديرة وسلسلة من جلسات العمل واللقاءات بين المستثمرين والفاعلين البريطانيين والمهنيين المغاربة. وعقد الوفد المغربي خلال هذه الجولة
اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي المؤسسات البريطانية، وتعتبر كل من الرباط ولندن شريكين تجاريين تاريخيين، حيث أن أول معاهدة تجارية بين البلدين خلدت العام الماضي الذكرى 300 على إبرامها. واستنادا إلى قوة وعراقة الروابط القائمة بينهما، جددت المملكتان التزامهما الاستراتيجي بالترويج لتعاونهما الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقية شراكة تحكم تبادلهما التجاري. ويهدف الشريكان إلى رفع مدى تعاونهما إلى مستوى أعلى من خلال طرح إمكانية عقد اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين البلدين مستقبلا. وجدير بالذكر، يتموقع المغرب بالنسبة لبريطانيا كبوابة نحو السوق الأفريقية. تحية كبيرة للعلاقات المغربية البريطانية، وهنيئا لنا بالعلامة التجارية الكبرى ماروكو ناو. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. ميناء طنجة، وصول ثلاثة سفن ضخمة تابعة لحلف الناتو للمشاركة في مناورات مع البحرية الملكية. وصلت اليوم منذ ساعات معدودة ثلاثة سفن ضخمة إلى ميناء طنجة تابعة لحلف الناتو للمشاركة في مناورات عسكرية مع البحرية الملكية. وكشف منتدى فار ماروك المتخصص في أخبار القوات المسلحة الملكية أن الأمر يتعلق بسفن تابعة لحلف الناتو رست بميناء طنجة المدينة، حيث ينتظر أن تشارك في المناورات العسكرية التي تعد من الأهم والأصعب للقوات العسكرية الأوروبية، لأنها تخاض في ظروف استثنائية ومناطق واسعة. ولعل أحدى النقاط الرئيسية في هذا التمرين ستكون الدفاع عن النفس في أعقاب أحداث الهجوم الروسي على أوكرانيا. ومن التدريبات الأخرى تدريبات نوبل دينا، وهي سلسلة من التدريبات التي تتدرب فيها البحرية في سيناريوهات محتملة لمكافحة الإرهاب، وأنواع أخرى من التدريبات مثل حماية الموانئ من الأضرار أو إخلائها في حالة هجوم. ويتم أيضا تنظيم تدريب بحرية بخصوص البحث وإنقاذ المدنيين والعسكريين، فضلا عن محاكاة معركة بحرية. ويستفيد من هذا التدريب مشاة البحرية من مختلف الدول العربية، السعودية، مصر، الكويت، إلى جانب خمس دول أوروبية وهي النمسا وكندا وقبرص وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وأمريكا، بالإضافة إلى إسرائيل. وجدير بالذكر، لطالما شاركت المملكة المغربية في هذه الفعاليات وأرسلت سفنا وقوارب عديدة للمشاركة والتعاون مع دول أخرى في العديد من التدريبات الثنائية. لهذا السبب ثلاث سفن ضخمة توجهت إلى ميناء طنجة تابعة لحلف الناتو. تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. بيدرو سانشيز والمغرب. عجل بيدرو سانشيز من داخل سبتة المحتلة يدعو المغرب إلى تعزيز العلاقات بشكل أكبر وأكبر. وجه طلب بيدرو سانشيز إلى المغرب، وهو أن يتم فتح صفحة جديدة بالعلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأن تكون هذه العلاقات مترابطة وقوية. وتعهد بيدرو سانشيز أن تقوم إسبانيا بعلاقات أكثر متانة مع المغرب وإنهاء القطيعة التي دامت لشهور. وأضاف قائلا إننا اليوم ننهي أزمة دبلوماسية مع الرباط، لكن الأهم هو أننا نرسل الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية. وأيضا أعلن دعم إسبانيا لمغربية الصحراء، حيث هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها سانشيز علنا عن هذا الموضوع منذ إعلان حكومته دعمها موقف الرباط بمنح حكم الذاتي للصحراء. ودعا المغرب إلى تطبيع العلاقات وأن تكون العلاقات مترابطة بشكل أكبر وأكبر. هذه كانت تصريحات بيدرو سانشيز من سبتة المحتلة. بيدرو سانشيز يدعو المغرب إلى تعزيز العلاقات أكثر وأكثر. اكتبوا لنا بتعليقات شاركم بهذا الشيء، ونقولها الصحراء مغربية إلى رسل الأرض ومعلها.
ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة وأكسنا أخي كل حبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.